بالنسبة لإطالة الثوب أنا بوافق معك أنه إطالة الثوب ممكن يكون فيه كبرياء وخيلاء، ما بوافق لأنه بدي أنا داريك، لأني لو كان بدي داريك داريتك من قبل، وإنما لأنه تكلمت كلام يوافق حديث الرسول عليه السلام وقوله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. من جر إزاره خيلاء، أي تكبر يعني. في حديث قدسي يمكن في الموضوع هذا، الكبرياء والرداء والعز وإزاري، فمن نازعني على واحد منهما أدخلته النار ولو بالي. نعم، هذا حديث صحيح لكن ليس له علاقة بموضوع اللباس بشكل عام. أي نعم، فيدخل موضوع اللباس في هذا العموم، لكن لا يعني هذا الحديث، وهنا كما يقال البيت القصيد، لا يعني هذا الحديث أن المسلم إذا أطال ثوبه بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء إنه معلش، لا يعني هذا. ليش؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع منهجا، وإن شئنا قلنا زيا خاصا للمسلمين، من حيث عدم إطالة الثوب. لو لم يكن في هذا الموضوع غير هذا الحديث، حديث الخيلاء، كنا منقول الثوب الطويل بيجوز لباسه إلا عن خيلاء فحرام. لكن في عندنا شيئان آخران، أحدهما من فعله عليه الصلاة والسلام حيث أن ثوبه لم يكن طويلا يجره على الأرض، أو على الأقل يطول الكعبين. وبلا شك أنه كما جاء في بعض الأحاديث خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء الأول. والشيء الآخر وهو أهم، يقول الرسول عليه السلام: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال إلى الكعبين، فإن طال ففي النار. هذا الحديث معناها وضع الرسول عليه السلام للمسلمين منهجا عاما في لباسهم بغض النظر عن الخيلاء. يعني لو سألنا سائل ما هو السنة في الثوب، نقول أن يكون إلى نصف الساق، يجوز أن يكون أطول، يجوز. ما حد هذا الجواز؟ ما فوق الكعبين، الكعبين معروفين العظمين الناتئين، فيجوز لك صورة من الصورتين هذول. أما ما دون ذلك فالرسول عليه السلام يقول في النار. وعلى ذلك لا يجوز للمسلم
سنسد من خيرها عادي. لا يجوز للمسلم أن يقول أنا لا أطيل ثوبي خيلاء، لأن الجواب قد يكون الأمر كذلك، والله أعلم بما في القلوب، ونحن لسنا مسلطين على ما في القلوب، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. هذا الظاهر هو الذي حدده الرسول عليه السلام بقوله آزرت المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. بعد هذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للمسلمين عامة، لا يجوز لنا أن نقول أن هذا كان في زمن الرسول فقط، لا، لأنه كما نعلم جميعا نحن نذكر بأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه من خصائصه أنه قال في حديث معروف فضلت على الأنبياء بخمس، من جملتها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. والآية تكفي في هذا الصدد، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والآية الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الحديث الآخر اللي بيقول ما من رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. معنى هذا وذا كله أنه شريعة الرسول عليه السلام شريعة مستمرة إلى يوم القيامة لا تبديل لخلق الله. فكل حكم نطق به الرسول عليه السلام أو فعله في ذاك الزمان ولم يأتي دليل يخص ذلك الحكم به عليه السلام أو بزمانه، فهذه الأحكام تبقى مستمرة إلى يوم القيامة. ولذلك ما يصح أن نقول أن الدشداش اليوم إذا كانت طويلة ما عليه شيء، لأنه العرب كان من عادتهم أنه يطيلوا ذيولهم تكبرا. نقول قد يمكن أن يكون هذا كان في العرب كما كان في العجم وكما هو موجود اليوم يرحمك الله، ولكن لا يعني ذلك أن من فعل ذلك بنية غير نية إيش الخيلاء أنه يجوز ذلك له. وكما قلنا ما هو يعني كيف نميز أن هذا ثوب طويل عن خيلاء وهذا الثاني نفس المشكلة بس هذا لا يفعل خيلاء؟ شو الميزان اللي عندنا؟ ما في عندنا ميزان. ولذلك أعتقد أن العادة هاي انتهت، يعني بعدها ما حدش عنده طول ثوبه بالشكل اللي كانوا فيه عزم الجاهلية. يعني شو كان ذاك الشكل؟ يعني ذاك كانوا فعلا يدوروا راسهم، يعني معليش وبدون جر، يعني معليش بدون جر، معليش يعني إذا كان ما بجر كنساء وإنما بينه وبين الأرض يعني أصبع، ما بكنس الأرض من وراء، يعني ما لي شيء. شيخنا الأمور هذه زي ما تكون كانت في بداية الإسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه المسلمين لهذا الشيء، والمسلمين في ذاك الوقت في ذاك العصر التزموا طبعا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام.
وبعدها يعني العصور اللي بعدها يعني ما تكررت مثل الشغلة هذه نهائيا. طرق الشغل يعني الناس يعني تقريبا ما فيش واحد يعني في الوقت الحاضر نقول في الوقت الحاضر يعني بيطول ثوبه زي ما كانوا كفار مكة أو سلطة أو عظماء الميراك. طيب هلا أنت لما بتحكي الكلام هذا شو دليلك؟ شو دليلك؟ والله دليل إنه هذه دليل زي إيش يعني حديث مثلا؟ ليش تعرف؟ أي شيء دليل هو عندك، نحن نكتفي منك إنه يكون الدليل عندك. يعني ما بنحرج عليك بنقول لك بدنا هيك بدنا هيك. أنت هات الدليل. ومتساهل جزاك الله خير. هذا واجبنا. يسروا ولا تعسروا. من ريحك شوي. في بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمان يسموه شرلستون. سمعتوا الاسم شيء عنكم؟ نعم. هذا شو رأيك كانوا بيلبسوه عن حسن نية؟ شو ما عرفته ابو رايد شارلستون؟ ما عرفته؟ شارلستون ايه البنطلون رجله عريضة من تحت ايه عريض وطويل طويل بيمسح الارض يعني اول شيء بنهرم البنطلون واسفله إيه هذا شو يعني قولك موضة الموضة هي مش مقصود منها شيء أكيد. يعني هلا لما الامرأة المتبرجة تلبس التنورة المخصرة موضة لكن مو مقصود وراء الموضة شيء بالنسبة للمرأة يختلف لأنه المرأة أنا عارف أنه يختلف بس أنا بدي أسمع منك مقصود شيء وراء هالشيء اللي عم نسميه موضة ولا مش مقصود ما أعتقد أنه يسهل عليه على أساس ما بيصير يا أبو عبد الله تعالج النصوص الشرعية بعقلك وبرأيك وما عندك دليل وإذا سألت جبت لك مثال واقعي بتقول موضة ولما بيسألك شو المقصود من الموضة لا تحير جوابا ليه؟ لا مش خصوصا نكال الشغلة لما يعني يعتبر مسكية يعني لأنه أنا أعطيك مثال زي المؤلفة قلوبه المثال مني طلع مثلا المثال طلع مني أعطيني جواب لا تخسرني الجواب أعطاهم ما أعطى المهاجرين والأنصار لكن في زمن عمر قال أعطاهم الرسول والإسلام ضعيف والآن الإسلام قوي فلا هذه أمور ومسائل واجهها الإسلام في البداية وهذا لا يعني أنه إحنا نظلنا ماشيين عليها مثلا ليش؟ قلت عمر بن الخطاب ليش ما أعطى مثلا المؤلف قلوبهم زي ما أعطاهم الرسول في فرق كثير في فرق كثير هلا بين عمر وبين أبو عبد الله عمر عم يعطي جواب نعم. أبو عبد الله ما عم يعطي جواب عمر عم يقول انه مؤلف القلوب ومشان تأليف القلوب هلا الإسلام صار قوي نعم. أسلم ولا عمره ما يأسلم هذا كلام بعبد الرأس لكن أبو عبد الله بيتم بأرضه بيدعي الدعوة وما بيجيب الدليل عليها حتى بيضطر انه يسأل شو الدليل ذكيا من يسر له من قلبه أي دليل ما بيقدم ولا أي دليل والله يا شيخنا أنا بالنسبة حتى الموضوع هذا مش موضوع أساسي في العقيدة يعني موضوع اللباس طيب ونحن أثرناه ولا أنت بقولك يعني هو أنا بقول الموضوع ما بيستاهل كل الحق أنا اللي بقول لك مش أنت نحن أثرناه ولا أنت وأنا بعلق على الحديث بقول إنه الحديث اللباس غير مهم في العقيدة لهالدرجة يعني في الله خير أبو معاك يعني جاوب على سلتك سامحك الله سامحك الله الله يعني كم مرة أنت بسألك ما بجاوبني ليه؟ مع أنه شايفك ما شاء الله هادي وطويل البال وهو إلى آخره
ليش ما بتجاوب؟ ما جاوبتك يعني عفوا، ممكن انه عدم سؤالك او ردك انه يعني انه انت مثلا تجهل الشيء وما بتستطيع ان تجيب عليه، ام ما بعرف، او بدك انت تستفيد اكثر من الشيء. موضوع مثلا موضوع اللي قلت عليه يعني بدهاش، انا بعتقد احد بدهاش دليل. هذه اعتقاد مين جبته يا اخي؟ الله يهديك. قولك في اعتقاد مين جبته؟ هل انت تعتقد انه كل مسلم بيعده الملايين، كل مسلم له عقيده على كيفه، ولا هو مقيد بالشرع؟ اللباس يغنى عقيده. ارجو انك جاوبني، بكفي حيزه. هل اللباس عقيده؟ لا اللباس عقيده؟ شو بتفيد من السؤال هذا؟ لا شو تسفي منه؟ يعني بقول لك مو عقيدة، شو سفدت؟ أنا بسألك الآن سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيدة؟ هو أنت أثرته الموضوع، أنا ما فتحته يعني ولا دورت عليه كمان الدش لا شيء أنا أثرته؟ يعني دختك المتلاهية في الموضوع جعلت الأخ عبد الله يظن أنه الاهتمام كله زائد في الموضوع، يعني كان وصل لمرتبة عقيدة. الشيخ كل مسائل العقيدة مثلا كذا، بجاوبه بقول له اللباس مش يعني. عبد الله الشيخ كل بحث دقيق، بحب الامور تتضح تماما بس يعني مش انه والله لانه المسألة يعني قضية عقيدية مصيرية. لا الموضوع احنا اذا حكينا فيه لنفهم يعني. جزاك الله خير، بارك الله فيك، ونحن نستفيد يعني نفهم من شيخنا الفاضل من الأخوة طبعا. وإذا في عندنا رأي أو كلام ممكن نحكيه. أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن طبعا. خلاص. لأن مش كل شيء ممكن يقع، لكن هذا ممكن وقع. كلفت أنت كما ترى وكما يعني تريد تماما. وما حدا قال لك ليش عم تحكي هيك، لكن مثل ما أنت لك الحرية تتكلم كما تشاء، نحن كمان إن حرية نسألك ما الدليل على ما تقول. أيوة أنا آسف إنه حرمتنا الدليل في كل ما قلته، حسيتنا ولا في دليل. كيف شيخنا؟ بقول بارك الله فيك، مثل ما أنت تكلمت بكل حرية لأنه هذا حقك أن تتكلم فيه، بالمقابل نحن كذلك يعني نتكلم ونسأل، لكن مع الأسف أنت ما من سؤال سئلت عليه إلا أجبناك، أما نحن سألناك ما أجبتنا فحرفنا الجواب عن السؤال، ورجعت تقول بالأخير أن هي مسألة عقيدة، أما جاوبناك أن لك لا مو عقيدة، لكن شو سفت أنت من السؤال والجواب؟ ما سفت شيء، مكانك راوي. انا بالعكس انا كل قصدي انه هذه امور نهانا عن الرسول وانتهت في زمانها لانها كانت لازمة لهذاك العصر. مش سألتك شو عرفك؟ هذا اللي بقصده انا يعني. شو عرفك؟ قصدك مفهوم. انتهت في هذاك العصر مسائل واجهت المسلمين وكانت تواجههم وكانت موجودة وكان احتكوا فيها. شو بتعلي والرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم وانتهت في هذاك العصر. شو عرفك يا أخي؟ شو لك انتهت بارك الله فيك يا أبو عبد الله، فتعينك أنت تتكلم كلام خطير جدا الآن، والآن أنا بتكلم بشيء من الحرارة. أنت لما بتقول هذا الحكم الشرعي انتهى أمره، ما أنا عطلت الشريعة. شو أمر سهل لك تقول أن هذا الحكم انتهى؟ مين اللي نهى؟ مين اللي نهى؟ حكم شرعي الله أنزله على قلب محمد عليه السلام، وصار أول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر اليوم، مين اللي وقفه؟ مين اللي عطله؟ مين له صلاحية نوقف الحكم الشرعي؟ مش قصدي يوقفه أو شيء، أنا بقول هذه مسائل، هذه يعني مسائل كمان كانت واجه المسلمين. رب بدك تعيد الكلام كأنه ما فهمنا عليه. أنا هذا مشكلة، مشكلة واجه المسلمين، هذه مشكلة وعالجها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ فاهم كلامك 100% يا أخي. الشيخ بس الشيخ بعلم على كلمتك انتهى، يعني إنه النهي لواحد كان في عصر النبي نهي ليوم القيامة، كل واحد بصير معه نفس الشيء النهي مطبق عليه ليوم القيامة، أما إنه انتهى فإذا انتهى من أفراد فهو موجود في أفراد آخرين. أبو عبد الله بقول إنه انتهى في يعني إنه صار في حكم شرعي فيه وسار الحكم الشرعي، يعني مبتوت فيه في حكم شرعي خلاص.
عفوا ما فهمت والله. يعني قصده انتهى. ايه شو قصده؟ يعني انه في حكم شرعي معروف. هذا شر المفعول يعني. شو هو الحكم الشرعي المعروف؟ ما هو؟ هو هيك قصده. إيه وين هذا الحكم الشرعي؟ ضايع ولا موجود؟ الأمر اللي هو بسأل عنه. ما ليش؟ موجود هذا ولا مفقود؟ لا موجود طبعاً. وينه؟ عم نقول له وينه؟ مش موجود غير عنده. عنده بس. بنسألك نحن سؤال بس ما تأخذني، ما له علاقة في العقيدة. وإذا كنت كمان بتحب تبحث في العقيدة ممكن نبحث في العقيدة. شو حكم لبس الذهب من الرجال؟ يجوز ولا حرام؟ والله في الحديث الوارد انه الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن لبس الحرير. ريح حالك انت، ريح حالك. لبس الحرير، ريح حالك. الذهب للرجال، ريح حالك. قول حرام ولا حلال. لما انت بتقلي حلال بقول لك شو الدليل؟ لانه بتكون خالف ما عندي. لما بتقول انه حرام مثلا واتفقنا، انا هيك مسالك نهى ولا ما نهى؟ والحرام ياتي بنص القران الكريم. بس بنص القران الكريم الله سبحانه وتعالى قل تعالوا واتلوا عليكم ما حرم ربكم. يا اخي رحمي واحده بس انصفنا بواحده. انا عم اسالك بس بالقران الكريم يجي الحرام؟ والله اللي بحلل واللي بحرم ربنا سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير. أنا عمل لك اللي بيحرم غير الله. أنا عمل لك اللي بيحرم غير الله لحتى تقول لي وتعلمني إنه ما بيحرم إلا الله، ما بيحرم إلا الله. طيب. طيب. شلوني ما جاوبتك؟ تمام. في يعني شيخنا إحنا بنسأل لنفهم. نحن بنسأل مو أنت. بارك الله فيك. نحن بنسأل مو أنت، نحن بنسألك شو رأيك الذهب والحرير حرام للرجال ولا لا؟ بترجع بتقول ما بيحرم إلا الله. نعرف نحن ما بيحرم إلا الله، لكن نسألك حرام ولا حلال؟ ما بجاوب. عودتنا الليلة، بلكي إن شاء الله ليلة ثانية ربنا بيكتب لنا نصيب ونحظى منك بالأجوبة. أنا ما خلينا أسأل سؤال شيخنا غير الموضوع. لا راح ندخل في العقيدة. في العقيدة بدي أسأل. أنا بدي أدخل في العقيدة. خلي الشيخ الله هيك شيخنا يعني حال. بتكون الأمر تمام طالما إنه أخونا أبو عبد الله حاب يعني في العقيدة أو بيقول طالما إنه مش في العقيدة. إيه نعم. فجيد إذا البحث في العقيدة بيكون أفضل. استفيد كل شيء.